شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات. تضمنت هذه الفعاليات زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات وتوزيع هدايا على المرأة المعيلة والاحتفال بالسيدات في أندية الشرطة. تحرص وزارة الداخلية ومن منطلق مسؤولياتها الاجتماعية على الاحتفاء بالمرأة وتكريمها في كافة المناسبات. في هذا السياق شاركت الوزارة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يعد فرصة للتعبير عن دعم الوزارة لها ومساندتها، حيث وجهت الوزارة مأموريات لمختلف المحافظات لتوزيع عبوات غذائية على السيدات المعيلات الأكثر احتياجاً، تقديرا لعطائهن ودورهن الكبير في تحمل المسؤولية، حيث تأتي هذه اللمسة الإنسانية من الوزارة من منطلق حرصها على استمرار الدعم المقدم لهن. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا للداخلية وشكرا للرئيس، دايما فاكرين. تحيا مصر. وبنشكر الرئيس وربنا معاكم يا رب، وبنشكركم ألف شكر. وتنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قام وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات لعدد من المستشفيات وإهداء السيدات المترددات عليها هدايا عينية، وهو ما لقى إشادة كبيرة منهن وبالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية. الدعم الذي تقدمه الوزارة للمرأة تجسد في زيارات لدور رعاية المسنات لمعرفة احتياجات النزيلات وتلبيتها، وكذا توزيع هدايا عليهن، وهو ما استقبله النزيلات بإشادة كبيرة وبالرعاية المقدمة لهن طوال العام. أنا سعيدة بيكوا جدا جدا جدا، والله العظيم مليين عليا الدنيا كده. أنتوا تشكروا على المجهود الكبير اللي بتعملوه، أنا شايفة إن البلد بتتحسن بيكوا. كما نظمت الوزارة احتفالات بهذه المناسبة بأندية الشرطة للسيدات من نزيلات دور رعاية المسنات. احنا انبسطنا جدا، وربنا يا رب يخليهم يعني هم عملوا معانا النهارده. انا بشكر وزاره الداخليه اللي هم عملوا النهارده معانا وبيعملوا على طول ان شاء الله ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. الاحتفال باليوم العالمي للمراه تضمن اهداء الوزاره مستلزمات زواج لعدد من السيدات المقبلات على الزواج بمختلف المحافظات، في اطار مبادره كلنا واحد هديه العروسه تحت رعاية رئيس الجمهورية. وكان يوم سعيد النهاردة، كنت مبسوطة جدا ان انتوا كنتوا معايا، وان انا كأهلي والناس اللي كانت معايا كانوا مبسوطين جدا. وشكرا للرئيس ووزارة الداخلية ان هم ساعدوني وجابوا، انا كعروسة انبسطت بالحاجات اللي هم جابوها لي. شكرا لمبادرة كلنا واحد ولوزارة الداخلية على مساعدتهم لينا وكده، وبجد انبسطت جدا بالجهاز. انا اصلا كنت جاية ما كنتش عارف ان في جهاز وكده، وانبسطت بالدعم ده، وشكرا لسيادة الرئيس وشكرا للمبادرة. هذه الاحتفالات تؤكد على الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للمرأة تقديرا لدورها الفاعل في المجتمع. عزيمات مصر، كل عام وانتن جميعا بخير.